يلا وصلنا، تحملي شوي. ماشي يلا لكنا وصلنا، تحملي لك شوي. رؤي يلا ها، على مهلكون. وصلنا وصلنا. أوي. هاي وصلنا. أوف. يلا دكتور أمجد، دكتور أمجد. على مهلك غفران. أوي. أوه. رجلي ناريمان، على مهلك. أوف. دكتور لو سمحت، ما عم تسمعنا؟ معقول ما عم اسمعك يا أنسة؟ اللي بيسمع صوتك بيفكر حدا ضربك سكين بقلبك. بس الدكتور أمجد مانو هون؟ أنا هون. أنا عم أسألك عن الدكتور أمجد مو عنك أنت. تعي بكرة كمان رح أطلق ضمان. شو صاير له؟ شو بيعرفني؟ ما سمعتي؟ بده يحط لها ضماد. الله يرزقك يا دكتور. ما عفا هي. يا عيني شو حلو هالممرض. أي أي. تعي لأفحصك. تفضلي. ما عاد بدي، بطلت. شو جنيتي انتي؟ أي هي هي عنيدة شوي بس. نازلي. أي نازلي نازلي. يا رجلي أخي يا رجلي. شو صار لك؟ شوفي عم توجعني كتير. شو صار؟ شو رجعتي وقعتي؟ أوف. شوفي شو صاير دكتور؟ شو صاير لي؟ ما تتحركي ابدا. اه قلت لا بدي اروح على البيت بس. اتركها خلاص. خلي شوف لك اياها. اي بعدين شو بفهمك فيها انت؟ شغلتك تحط ضماد. ضماد؟ هو بيفهم بكل شيء. جيبوا لي اياها لجوا. ماشي. اتركوني بحالي. قومي يلا. ما بدي يلا نازلي. قلت لكم بدي اروح على البيت. خلص اتركوني بحالي. قومي يلا. انا منيحه اتركوني. ليش هيك عم تعملي؟ خلص اتركوني. لك اتركوني شوي شوي. هيك ما بيمشي الحال، انت زوتيها كثير يا انسه. لك اتركني، عم اقول لك اتركني. نزلني لاشوف. نزلني. امتى بتتحسن؟ ما فيها شيء اصلا. هي بتصير أحسن بس تبطل تعيط كتير. شكراً لك دكتور. لا ولو، هذا واجبي. يلا أمي. على مهلك. ليش صرختي كل هاد نزلي؟ بس يصير فيكم مثلي ابو ما تعيطوا وما تسمعوني صوتكم. ايه قديش كان حلو مو هيك؟ مين قصدك؟ الممرض. خلصنا بقى، لا تقولي لي ما عجبك. بربك كله شقفة ممرض. شفتي منيح اللي راح الدكتور امجد من حظك نزلي. خلصنا. شفتي كيف إجا لعندك ركض وحملك؟ إجا مسكك وهوب.
والله الواحد بيشتهي يكسر ايده ورجله مشان هالحملة. شو رأيك اكسر لك ياهن انا؟ تعي 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 يلا خلص امشي. اوي على مهلي. شو عنيدة هالبنت؟ مو معقول شو كنت اللي انتي. امشي خلصينا بقى. على مهلكون ناري ما نسكتي. تفضل فوت. شكراً دكتور. أي أي لسه عم توجعي؟ كتير والله. يا بنات قوموا قوموا. إيه يلا إذا بدك من قوم نرقص لك كمان. إجا حسن من شوي قاعد مع أبوكي. عن جد كتير زودة كل يوم كل يوم. ليه جاية هلأ؟ أكيد جاية شوفك يعني. والله ما كان قصدي. أسفة كتير. أوف شو قاعدين عم يحكوا تحت؟ لما شفت حسن إجا فورا طلعت لفوق. ما أسكاكي الواحد بيسمع له كلمتين. نازلي لساتك موجوعة؟ إذا عم تتوجعي من روح الممرض. قلبي ما بيتحمل شوفك موجوعة هيك. أوف والله بس مشان هيك. والله لأنه عم توجعك هيك حكيت. ايه خلاص فهموا مثل ما بدكم. اي يا ربي. نظلي عمي هذا صوت نظلي كأنه فيها شيء. عود ابني. لك كأنه فيها شيء. عود ابني عود. عمي هذا صوت نظلي كأنه فيها شيء. خلاص قلت لك عود. طول بالك هلا بنفهم. اي شو هالوجع. والله ما كان قصدي. والله ما كان قصدي نظلي. خلصنا نريمان مليت من أعذارك بقى. ما عاد تقربي مني بالمرة. عن جد مانك معقولة نريمان. عود ابني خلصنا. نريمان بنتي بنتي شو بدنا نعمل هلا؟ يا ربي نريمان وينك؟ ناريمان يلا جاية بابا. سمعت؟ هلا بتقلنا شو صار. خايف؟ نظلي؟ نظلي طيب رح روح. إذا لزمك أي شي نادي لي فورا. روحي من وشي ماني طايقتك. ناريمان شو هالضجة؟ مين عم بعيت؟ ما في شي بابا. هاي نظلي شبه شو صار معها؟ شو صار لها؟ يلا احكوا. عود ابني خلاص عود. قالت نظلي عمي. خير يا بنتي؟ اليوم الصبح نظلي وقعت على الدرج وانفكشت رجلها بابا. ها صار لها شي؟ ها الحمد لله ما فيها شي. لا تاكل هم اخذناها على المستوصف. لك شو عم تحكي يا بنتي؟ ليش انا ما عندي خبر؟ اخ 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 يا وفا خانم رحتي وما ضل مصيبة ما وقعت على راسنا. خلص بابا لا تكبر القصة. والله ما صار شي. بس تجي رح تصرع راسي بتقلي ما قدرت تدير بالك على بناتك. طول بالك بابا. شو العلاقة ماما بالقصة هلا؟ يعني مثلا لو كانت ماما هون ما كانت نازلة رح توقع على الدرج. خلص خلصنا ما توافي لي على الكلمة. زن 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 كأنك ما بتعرفي امك يعني. والله ما في أشي بابا. لو في شي مهم كنا حكينا. قليلي لكان ليش عم تعيط؟ ها مبين عم تتوجع كتير. صح عم تتوجع. دكتور رح جيب دكتور فورا. رايح هلا جيب بقى. دكتور عود حسن عود عود. عود قلتلك صرعني. دكتور 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 نفختولي قلبي كله ياتكن. يا سبحان الله.
اشتقت لكم كتير والله. ليش ما حدا فيكم خبرني ها؟ ليش؟ ليش؟ لأنه ما في شي مهم يا عمي. عن جد عادي، انفكشت رجلي كتير عادي، الحمد لله أنه ما انكسرت، بكرة بتطيب. ما بيصير. قصدي عادي بتصير. رح روح هلأ أجيب دكتور وأرجع. وقف، ما في داعي أبداً. اليوم ما لقينا الدكتور أمجد. إذا راح رح يلاقي الممرض وهو ما فيه يعمل لي شيء. نحن بكرة الصبح منروح، هيك أحسن. كمان بيكون فحصني حدا خبير، أحسن من هذا الممرض. والله معك حق، كل شيء قلتي صح 100%. لكن أنا بكرة الصبح بكون عندكم، ما رح أتركك تروحي لحالك أبدا، هيك بيكون أحسن. ها؟ تمام، منيح منيح. خلينا نستنى للصبح لكان. بنتي نازلي، اوعك تتحركي من مكانك ها. ريحي حالك، لا تدعسي برجلك ابدا. شو عملت لها؟ عفوا، مو بقصدي يا بنتي، مو بقصدي، لا تاخذيني. معلش عمي. سلامتك. مع فاية، ما على قلبك شر ان شاء الله، سلامه قلبك. انا بكره الصبح بيجي بكير. بكرة الصبح بشوفك أكيد. ما في داعي إنك تجي، منروح لحالنا. معقول هالحكي؟ مو معقول، مو معقول. والله معك حق، كل شي قلتيه مزبوط، لكن أنا بكرة الصبح بكون عندكم. أنتي شوفي المناسب، وأنا بصير دعاسة لبيتكم إذا بدك، بس لك حاجة غلاظة. مد إيديك. شو هاد؟ بكلون؟ لك شو هاد؟ ليش ما غسلت السيارة؟ جايين. ها؟ يلا نعطي. امشي على مهلك. اعطيني ايدك لساعدك، هاتيها شوي بس. بعديلي، بدي ساعدها رجاء. انا منيحه، ما في داعي. شغلها بسرعه، يلا ماشي. يلا تفضلي تفضلي. عمهلك عمهلك شوي اطلعي. ايه هو، انت كمان تفضلي. امشي امشي يلا. ماشي يلا يلا. يلا يلا اجيت. يلا نازلي. اجيت لعندك فورا. أمهلك. اجيت. اوي تفضلي. على مهلك. خود شهيق. زفير شهيق، احبسه شوي. تمام، سلامتك، صار فيك تقوم. شكرا دكتور. انتبهوا يا بنات. عمهلك. على مهلكون. حسن انت مين ناداك؟ اذا ما في غير هذا الممرض جوا ما رح فوت. طيب يلا امشي هلا. شبك ما تسحبيني هيك، كثير عم توجع لانه اوف. على مهلك. اي شبك انت، ليش واقف؟ عد السياره. غبي. اوف. تفضل، عليك العافيه دكتور. اوف اوف.
أوخ. مرحبا، اجينا نشوف الدكتور. بس كأنه الدكتور أمجد لسه ما رجع. ما طيب لكان رايحين. تفضلي. أنا الدكتور زياد. بس الدكتور أمجد هو الدكتور أمجد ما عاد يجي على المستوصف، عينوه بجزيرة العصافير، يمكن ما بتعرفوه. أنا الدكتور الجديد. لكان أنت الدكتور؟ ما كنت بعرف. ولا يهمك. كنتوا مفكريني مجرد ممرض هون. تفضلي لأطمن على رجلك. ما رح استناكم كل النهار، عندي مرضى غيركم، يلا بسرعة. وانت يا أستاذ استنى برا. اوف على مهلك. ايه اسفة، ما كان قصدي، والله وقعتهم بالغلط. عادي منيح لو سمحتي، أو تفضلي استني برا. يا الله عندي كتير فضول شوفه. وأنا كمان. قلنا هيك إن شاء الله يكون هون. السلام عليكم. مرحبا. نشوف شو بدها تقول له. تعرف إذا الدكتور زياد موجود؟ والله مين منكم لازم دكتور؟ ها؟ الدكتور جوا، الدكتور جوا. شو اللي طلع الدكتور جوا؟ ايه عن جد؟ يلا يلا جيتنا على الفوق. تفرج شوف على هالمسخرة، عاملين حالهم مريضين. يا الله. وليش؟ مانهم مريضين؟ عم بيمثلوا. كل جيتوا لهون مشان الدكتور. صدقني عم يتمارضوا كلياتهم، عم يجوا لهون لأنه عشقانينه للدكتور. لا مستحيل، شو هالحكي هاد؟ أكيد أنت فهمان غلط. اللي ما فيه شيء شو له شغل بالمستوصف؟ مو هي المريضة عم تستناها؟ عليك العافية، لا تدعسي عليها هلأ، بعد كم يوم بالطيب. شكراً كتير. غريبة. شو هي؟ لما بتعصبي حدا ولما بتضحكي حدا تاني. أنا بده يحبني لإلي. لا. خلينا نروح إذا خلصت. نحن ما لازم نوقف مشان رجلة. تفضل. لك أنت. تعال مهلكون. يلا نفوت. مجلوقات أنتو. يلا واحدة واحدة فوتوا لعند الدكتور. يلا 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 يلا. لوين؟ مراجعة. هي يلا فوت انت كمان، خلصوني. مو معقول. يا ربي دخيلك. حاجة تروح وتجي يا ابني، والله دوختني. خلاص عود بقى، عود. شي مو معقول، والله مو طبيعي هالوضع. من وين طلع لي هالدكتور أنا؟ من وين؟ من وين؟ باب اسمع، كان لازم تشوف نظلي اليوم كيف كانت عم تطلع على الدكتور. شوف شوف نظراتها له بتخلي الواحد يخجل، والله ما استحي بالمرة. التوبة أخذها لعنده. عم توجع رجلة ما هيك؟ مو هيك قالت له؟ ما عم توجع ولا شيء، عم تتحجج مشان تشوفه. شبك ما خليت كلمة عليها.
حرام البنت وقعت على الدرج. قلت لي وقعت على الدرج ما؟ انت بس روح شوف اتفرج شو عم بيصير قدام المستوصف. كل البنات واقعين على الدرج. اك واقعين من السطح كمان، ممكن واقعين من الشجرة، وممكن يكون واقع على راسهم شي زريعة. لك كلهم هيك، ولك كل وحدة فيهم اخترعت لها شي حجة، واقفين كلهم طابور. ما تزودها بابا. شو عم تقول؟ ما عم زودها طابور. طابور بابا، عم قلك طابور. الطابور مبلش من اول ضيعة واصل للضيعة الثانية. ما معقول. شو هالدكتور زياد، معقول لهالدرجة حلو ابني؟ شو هالحكي بابا، قال حلو قال، لا حلو ولا شي، ما بعرف شو عجبهم فيه. يا ربي دخيلك منهم، مو معقولين. لك انت شبك عم قلك ما حلو بنوب؟ بس لأنه دكتور يعني عاجبهم هن، حبوه مشان شهادته. قال لك ما فيه شي تاني، لك روح شوفهم كيف. يعني مكمل دراسته وبيشتغل دكتور وراح علق شهاداته من هالقصص بلا طعمة. بس مو مشكلة، صح هو عنده شهادة، بس أنا عندي مصاري مصاري. إيه لكن إيه عندي كتير. بكرة بتشوف هالدكتور ينفكر حاله شي شغلة، أنا راح أرجع من محل ما أجا ليك. ها راح أكتبها هون، ليكني كيف كتبتها. هذا الدكتور رح يمشي. انتهى. شو ليش عم تضحك؟ ها؟ بتشوف. جي لآخر زمان. اتركيني أنا منيحة هلأ، إذا وقعتي بتتوجعي كتير. ها؟ لا لا، عم أمشي على مهلي، ما رح يصير لي شي. نازلي، أنت كيف رضيتي تجي؟ ليش لحتى ما اجي يعني؟ انا منيحه. اذا رجع صار لك شي هلا بابا رح يقتلنا ثلاثتنا. امشي لشوف، ما رح يصير لي شي. ليكو هلا حتى لو صار شي عنا دكتور فورا بيحلها، بيهتم بكل التفاصيل. فهمانة عليك. خير دكتور، صاير معك شي؟ لا بس حبيت اتفرج على المناظر. ليش شو في هون لحتى تتفرج عليه دكتور؟ شو دكتور؟ والله ما في شي، اصلا ما بعرف هالمنطقة. معك حق. دكتور خليني فتلك بالمنطقة، بما انه ما في مرضى هلا، تعال يلا لفتلك شوي. تعال شوف هدول الشجرات زرعتهم انا وصغير، وهدول انا زارعهم كمان. لا تقوي الدعس على رجلك. ايه طيب، ما فيني شي. زودتوه كتير ها. شو نسيتي قديش صرختي؟ كنتي عم تموتي. الله يحميكي، بس تبلشي عياط ما حدا فينه يسكتك انتي. انا هيك بصرخ وبعيط؟ ايه شو كمان؟ يا ربي الهوى بجنن، الواحد بيشتهي يطير مثل العصفور. هيك والله يا دكتور، الواحد بس يضيق خلقه بيجي لهون بيتسلى وبيغير جو. صوت المي، هذا الهوى نظيف، بيريح نفسيته شوي. آخ آخ. شو صار لك دكتور؟ انت منيح؟ صار لك شي؟ هذا الدكتور زياد؟ لا ما فيني شي. شو هاد؟ شو عملتوا انتو؟ شو عملتوا؟ مرحبا. هاي إلك يمكن. آسفة كتير، ما كان قصدي، عن جد آسفة. لا شكرا، وشكرا لك أستاذ علي، فتلنا وشفت المكان منيح. هالمرة الحمد لله ما صار شي، بس المرة الجاية لازم ناخد معنا حراسة، المكان خطر. المهم يلا صار لازم نرجع. معك حق دكتور، يلا. Ha 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 ha!
مغرور مو معقول. انت شو رايك؟ ما بعرف. قلتك فينا شوف البنات جايين مشانك دكتور. لكن منظرك انت كيف طالع مثل الاولاد. انتبهي ليك اجا ما حدا غيري رح يلفت له انتباه. اجا اجا ليكو اجا. موجوعة يا دكتور. خير شوفي. كتير موجوعة يا دكتور. قليلي شو عم يوجعك؟ راسي راسي كتير عم يوجعني يا دكتور. قلتي لي راسك عم يوجعك؟ ايه كتير دكتور. إذا هيك ليش ماسكة ركبتك لكن؟ ورجلي كمان. دكتور راسا. علي دخلي المرضى بالدور. تكرم دكتور تكرم. شفتي رح أشوف. صحي نسيت أسألك، وصلونا الإبر يا علي اللي وصينا عليهم من اسطنبول؟ إبر؟ إبر شو؟ أنت عن أي إبر عم تحكي دكتور؟ شبك نسيت؟ هدول الإبر الكبيرة اللي بينعطوا للمريض لنعرف شو المرض اللي معه. ايه عرفتهم هدول الإبر اللي أكبر من إبر الكلب. ما رح أخذ الإبرة. ايه اجوا وصلوا كلهم الإبر اللي بيداوم كل الأمراض. اجونا اليوم يا دكتور كلهم اجوا. معقول ما يوصلونا يعني؟ وكمان بعتونا كمية كبيرة بتكفي لكل المرضى وزيادة. ري خلص خلينا نمشي. أنا رح روح برجع بعدين ببقى. ايه وأنا طبت وأنا صرت منيحة ما بتنسك معي دكتور. خلينا نهرب. أنا ما فيني شي بس جاية معهم هيك رح روح. لك استنوني معني مستنية حدا. والله برافو عليك يا دكتور شفت شو صار فيه. كيف صرت عمي؟ الحمد لله بخير. يلا الحمد لله. تفضل تفضل تفضل. كل التفاحة شوي شوي اسناني عم يكزوا. حلو والله انا اللي عم باكل اسنانك اللي عم تكز. كيف زبطت معك نزلي؟ شو كيف زبطتي الشغلة؟ اي شغلة؟ قصدي كيف صبتي وش الدكتور؟ والله كنت مركزة على الهدف. الدكتور ما كان مركز شو صار. لك ما شفتي كيف كان عم يطلع عليكي وهو ماشي جنبنا؟ وشو شايفين كمان؟ نزلي نزلي نزلي. لك يلعن حظي يلعن حظي يلعن حظي. على مهلك نازلي. اوي اوه هي رجعنا من اول وجديد. على مهلكون ما تمشوا بسرعه. على مهلكون ورمانه والله. شو عن جد ورمانه؟ يا ربي رجعت ورميت. اخ اوف يا ربي. خير يا بنات شو صاير؟ بعدني شوي. وافي 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 هون شوي. الدكتور مشغول هلا. عنده مريض جوا ما فيكم تفوتوا هلا. مريض عن جد حقيقي عم اقول لك مريض حقيقي. ليش نحن شو يعني؟ خلاص قلت لكم وقفوا. تفضل. شكرا لك العافيه مع السلامه. يعطيك العافيه. يلا قومي. شو انت مجنون؟ ما فيني فوتكم. قديش بتعيطي يا بنت؟ تعي قربي لشوف شوي. اسمعي لا تقولي ما قلت لك. انا ما دخلني. ايوه بتعرفي انه الدكتور عنده ابره كبيره كبيره كتير اكبر من ابر الكلب. تمام طلع فيني طلع فيني لقلك. خلينا نفوت. لك وقعت بنت. يا لطيف لك وقعت. بعد هيك لشو نازلي نازلي شو عم يصير لك؟ لك وقعت بنت يا دكتور نازلي. نزلي كيف صرتي؟ شو صار معي؟ مو مهم
غبتي عن الوعي. غبت عن الوعي؟ نبضك رجع طبيعي. هالمرة عن جد معك حق تتوجعي. لا عاد تدعسي عليها. عمهلك. تمام، انتبهي. تمام، قومي هلا. كتير منيح. وقفي شوي شوي عمهلك. بعيد. ها؟ نزلي. إيه؟ بعيد. تعالي استندي علي. امشي. اتركني، بمشي لحالي. ليش ما حدا خبرني؟ صارت فجأة. نزلي، حبيبتي أنت منيحة؟ ما فيني شي، منيحة. تفضلي أدويتك. هاتا. هي كتبت لك مرهم كمان. إذا كتير وجعتك دهني أكتر من مرة. وبعد 3 أيام تعالي وراجعيني. شكراً كتير لك دكتور. امشي. يلا امشي. تبهي وين عم تدعسي يا أنسة نازلي؟ كون أحسن إذا ما عاد مشيتي جنب النهر. على مهلك. يلا. رجلي شوي شوي. على مهلك. عمهلكن عمهلكن. يلا انت منيحة؟ ما بدي، أنا بمشي لحالي. شكرا. خليني وصلك بالسيارة. ما في داعي. بس رجلك رح توجعك إذا مشيتي. قلت لك ما في داعي. مو مشكلة. انتبهوا انتو عم تمشوا. امشوا شوي شوي. بشوفك المسا. الله معك. عمهلكن ايه؟ انتبهوا. يلا يلا امشي. كأنك كنت طالع دكتور. كنت جايب لك رسالة لإلك. رسالة؟ من اسطنبول. بعت لك إياها عائشة. قول وصلت اليوم. تمام، شكرا لك. تمام. شو ناطرين؟ خلصوني امشوا. عن إذنك. تمام، رح نمشي. أستغفر الله العظيم. يا بنتي الواحد بينتبه. معك حق يا عمي، ما بعرف كيف صار معي هيك. أنا رح أفتح الباب. يلا. عمالك يا بنتي. يا ربي. أي والله ما كان قصدي. لا تتحركي بدون ما تقلي لي. بس يا عمي أنا مثل ما عم بقلك، والله مو حالي. كل يوم توعي وبتأذي حالك. لتجي خالتك وفا بتضلي بالبيت، ما عاد في روحها على محل. اسمعي الكلمة. خرسي وبيت. تفضل فوت. حاضر. أنا الحق علي، تركتكن على راحتكن. تفضل. والله الحق علي. أوه أهلا وسهلا دكتور. أهلا فيك والله. لا تواخذنا، هالبنات عقلهم مو معهم بالمرة. أكيد عم بيعجبوك كثير. تعبناك معنا دكتور. استغفر الله. أنا اليوم فحصت الأنسة نازلي عندي بالعيادة. إيه كتير منيح. شوفها لكان هلأ. خلينا نطمن. إيه ومنكسبك على فنجان قهوة كمان. تسلم. مو هيك يا بنتي؟ رح نضيفه قهوة للدكتور. بنتي. أكيد أكيد. المتعين جديد. مبروك إن شاء الله. نتعرف عليك كمان. إيه أكيد، بتشرف فيكن. تسلم، كلك زوم. تفضل. شكرا. ماشي. الله معك. بسرعة رح نمشي. لوين رايحين؟ لعند السيد اسماعيل. يلا. والدكتور كمان هنيك. قلت لي الدكتور؟ من وين جبته هاد هلأ؟ شوفير التاكسي قال لي من شوي وصلوا لهنيك، ما صار له شي جاية. لك شو أخده؟ حكيني، طلع فيني.
هذا رفيقه كأنه مخربط. شو أخذ الدكتور لهنيك هلا؟ لا هو هو والله قال لي إنه اسمه زياد وهو وصف لي شكله وبده يفحص مريضة عنده. يلا امشي شغل السيارة غبي، بده يفحص المريضة، يلا شغل السيارة. شو عم بيصير هلا؟ شوفي ليش ما عم تشتغل؟ بس بدها شوي لدعمها، كنت شغلها بدل ما قاعد عم تحكي عن الدكتور، شغلها فورا. يلا امشي يلا إيه ليك شغلها خلصني. شو دكتور؟ ما في شي بس لازم ترتاح. الحمد لله الرد خفيف، خلال 3 أيام ترجع أحسن من قبل. قلت لي 3 أيام؟ نايمة. أي طبعا إذا ما رجعتي وقعتي يعني. لا اطمن ما رح أوقع. واجعك شي؟ لا. فينك توقفي إذا حدا ساعدك. فيني وقف؟ عن جد عم تحكي؟ ايه طبعا خليني ساعدك. يلا تعال. مين جاي بهالوقت؟ رح شوف مين جاية. جاية شو صار لكم؟ مين هذي اللي جاينا هلا وعم بدق علينا بنص الليل؟ مو معقول. مساء الخير. شو بك؟ معلم صار عندك شغل. تفضلي. أنا؟ لوين بدك تروحي؟ أنا بدي روح عبيت دكتور المستوصف الدكتور زياد. إيه تمام فهمت عليكي، أنت كتير محظوظة يا بنتي. تفضلي، يمكن الدكتور لسه ما رجع على بيته، لسه ببيت السيد اسماعيل. أنا من شوي وصلته لهنيك. يلا طلعي. سلم إيديك. يلا خلينا نلحقه. شو شايف الست نظلي طابت رجلة ورجعت تمشي عليها؟ ما شاء الله ما شاء الله. ايه والله ألف الحمد لله. الدكتور تعب معنا كتير. شو هالحكي؟ طبعا واضح هالشي، اهتمام الدكتور وتعبه واضح كتير بصراحة، يعطي ألف عافية. صحي أنا وبابا بكرة رح نزور الدكتور. عن جد؟ ايه رح نروح مراجعة. ومنتمنى الدكتور يكون فاضي. نتمنى يهتم فينا مثل ما اهتم بالست نظلي. أكيد. عن إذنكم أنا بدي فوت ارتاح شوي. خدي راحتك. ها بس لا تنسي تاخدي الأدوية تبعك. إيه أكيد عمي. دكتور زياد عن جد ما بعرف كيف بدي أتشكرك. هذا واجبي. ابني تفضل. ابني تفضل عود. لك يا ابني. بابا منيح. يا سبحان الله. هل ابوه منيح؟ جايين انا وبابا بكره. بتشوف. هون البيت يا بنتي. بيت السيد اسماعيل تاني باب. شكراً كتير. تصبح يا أخير. تعي نطلع. أنت منيحة؟ منيحة منيحة كتير.
أنا رح أفتح. خير إن شاء الله. عن إذنك. تشرفت بمعرفتك، شكراً كتير إلك. وأنا كمان دكتور، إذنك معك. تفضلي. بسطنا فيك دكتور، جاء زورنا. تفضل. أنا عم دور على حدا. عائشة قول. عائشة قول. مين هالبنت؟ ما بعرف. ها؟ وأخيرا شفتك. مين هي؟ كيف وصلتي لهون؟ شوفير التاكسي. يا عيني يا عيني. عفوا، تصبحوا على خير. وانتو بخير، الله معكم. مع السلامة. مين هالبنت هي؟ مين رح تكون يعني؟ أكيد خطيبته. مين يعني؟ أو ممكن مرته. أكيد ما أنا أمه يعني. ما شفتهم كيف كانوا عم بيضموا بعض؟ معناها الدكتور عنده قرايبين مو هيك؟ إيه لكم. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله على الدكتور. فوت عود ابني. إيه بقعد ليش لا؟ يلا تفضل عود. اشتقت لك كتير. وأنا ما كتبتي برسالة إنك رح تجي؟ كنت رحت جبتك. حبيت أعمل لك مفاجأة. انبسطت كتير؟ في برد؟ نروح بالسيارة؟ لا خلينا نمشي. طيب البيت بعيد، لا تقلي لي تعبت أو بردت. ماشي. نازلي انتي منيحة؟ ايه غفران، رجلي صارت منيحة. شو مشان قلبك؟ قلبك كمان منيح؟ كل الرجال هيك كلهم، بما انه عندك حبيبة ليش قاعد عم تطلع على غيرها؟ مقضية تطليعات وابتسامات، قاعد عم يتسلى حضرته. بس لو ما كان عم يعطيكي أمل. انتو عم تغلطوا يا بنات، هو ما ذنبه. الأمل بينعطى بالوعود والحكي اللي بنقال، مو بالتطليعات ولا حتى الابتسامات كافية. الدكتور زياد ما عطاني لا وعد ولا شيء. اللي عندك وعد. وعد؟ وعد شو؟ لا مو معقول تكون نسيت، شبك؟ عائشة قالي لي شو هو. طيب بس دقيقة. هاي شو مكتوب؟ جاوبني. على شو؟ شو مكتوب هون؟ أول يوم بتمشي فيه على رجلك رح نضل نمشي وما نضيع وقت، وأخذك لوين ما بدك، هذا وعد مني إليك. هلأ يعني؟ وبهذا الوقت ايه؟ كمان؟ أنت مجنونة؟ بس أنت وعدتني. إيه؟ ماشي بما أني وعدتك. ما فيني أخلف، لازم نفذ وعدي. وقف. ماشي خلص، بكرة عندك شغل، مالني حابة تعبك. الظهر بيجي لعندك ووقتها منطلع منتفتل. متأكدة؟ بلكي صرعتي راسي وقلتي لي خلفت بوعدك؟ ما تخاف هلأ، ما رح أحكي شي. ما بردتي؟ امشي يلا، بس رح تتعبي. ها كيف كانت سفرتك؟ تمام. سلم هالإيدين. شكرا. أوه ما شاء الله صرت منيحة. ايه صرت منيحة. معه حق الدكتور، طلع عن جد ما في شي خطير. حتى ولو، لازم تروحي بكرة تراجعي. لا نزلي، ممنوع الاعتراض، وإلا رح يكون إلي حكي تاني معك.
نزلي يا نزلي، بدي بصراحة بدي أسألك سؤال. يعني أنا بصراحة أجلت هالسؤال كتير وما بدي أجله أكتر من هيك حاجة، يعني ما بصير أجله أكتر وإلا بكون عم غشك. شو هو عمي؟ اسمعي بنتي، ما ضل غيرك من ريحة أخي، وأنتي بأمانتي وحاطك بعيوني. ممكن كون غلطت معك كمان. لا عمي شو هذا الحكي؟ إذا عن جد في غلط بيكون أكيد مني أنا. أنت اعتبرتني مثل بناتك، وبناتك كمان اعتبروني مثل أختهم وأكثر. ما حسستوني إني يتيمة، ما حسيت حالي غريبة ولا مرة. الله يخلي لي إياكم كل العمر. حبيبتي. خلص خلص بكفي، جيت لأحكي كلمة. شوفي لوين وصلنا. يا الله دخيلك، قديش صعب هالشغلة. نزلي اسمعيني، أنا ما بعرف الفودور أبدا، لهيك رح أحكي معك بشكل واضح وصريح. حسن طلب إيدك للزواج، إذا موافقة أقولي إيه أو خلي كل واحد يروح بطريقه. لا تنغري بمصاري ولا تنخدعي بهيبة أبوه وكلمته عنا. لا يا بنتي ما تخجلي مني، لا تخجلي، بس أنا عقلي دقة قديمة. غفران، ناريمان، وأنت كمان يا نزلي، بدي إياكم تتزوجوا الشخص اللي أنتوا بتختاروه. انبسطوا لشوف، بدي إياكم تنبسطوا. لا انبسط أنا، بدنا نفرح. تعالوا لعندي يا بنات، تعالوا لعندي يلا. حبيبي بابا. بناتي الحلوين شو بحبكم أنا. حبيباتي يا روحي انتو، يا عيوني قديش بحبكم. يا روحي يا بابا. ايه بنتي شو قلتي؟ لازم اعطي جواب لمحمود، بدك تتزوجي حسن ولا ما بدك؟ انا بدي افكر شوي بالموضوع يا عمي. اليوم المساء برد لك خبر. طيب يا أمي يا أبي، يا ريت ما رحتوا تركتوني هون لحالي، ما بتصدقوا قدي أنا محتاجة لإلكم. Thank you.
تفوت مريض جوا لك بعد 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 عمل لك بعد ما فينك تفوت شو هاد يا بعد اشوف شوفت عينك والله ما ردوا علي دكتور ماشي علي اصلا المريض خلص معاينته مو مشكله هالمره مثل ما بدك دكتور ها معافى ان شاء الله الله يعافيك دكتور دكتور زياد ابي محمود بيك يا ريت لو بتفحص قلب محمود بيك دكتور طلع على برا لا بابا طلعوا لك عم اسمعك من شو عم تشتكي حاسس قلبي عم يوجعني يا ريت تكشف علي دكتور ما بعرف شو بو كأنه في شي تاني؟ فهمان والله بالمدرسة بيعلموا الواحد كل شي حتى الفهم كمان رح أقلك مشكلتي الأساسية شوف يا دكتور ابني حسن ناوي إنه يتزوج البنت نظلي بدهن يعيشوا سوا أنا خلاص كبرت وختيرت أنا جاي حذرك مشان ما يصير أي مشكلة وإلا قلبي المختير رح يتعب وقتها فهمت يا دكتور؟ فهمت كنت بعرف أنك رح تفهم علي ليك دكتور أقل شيء أنت شاب متعلم خلاصة الحديث ما بدي أنت تكون سبب المشكلة يعني مثلا بلاها الروحات والجيات عبيت البنت كل يوم والتاني وإلا 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 رح تشوف شيء ما بيعجبك أبدا صدقني ما رح يعجبك كتير زعلانة بس عم تحاول تخبي ومدري من وين طلع لحسن قلتك رح توافق؟ مستحيل توافق على حسن ما شفت شلون عم تطلع بالدكتور؟ ايه وإذا اطلعت يعني؟ الدكتور في وحدة بحياته شو نسيتي يعني؟ يا ريت لو فينا ننسى كلنا عائشة قول أوف يا الله يا دكتور مدام عندك حبيبة شو كان بدك من نازلي يعني؟ يا عم أهلك لا زودتها لك شبك لا مانك طبيعي تركني بحالي بقى لك شو عم تعمل خلص حل عني ها اللي بابا طمني ما صار شيء أهلا وسهلا أهلين فيك ها أنتي أنتي والدكتور ها تعي عائشة أنسة عائشة أهلا وسهلا فيك بضيعتنا تحياتي يلا عائشة تعي تفضلي تحياتي احتراماتي وتحياتي كمان مين هالبنت؟ بابا هالبنت بتكون حبيبة الدكتور انت ناوي تموتني يعني؟ ليش؟ ما زال الدكتور عنده حبيبي ليش لا تخليني احكي معه؟ بابا كان حاطط عينه على نظلي قبل ما تجي عائشة لهون بعد ما حكيته أكيد رح ينسى نظلي تماماً لك انت لمين طالع ذكي كل الأد؟ أنا ابنك ولو؟ عليك يا بطل ايوه وين السيارة؟ مو على أساس جاي ياخدنا شوفير بصراحة بابا أنا بعتت السيارة على بيت نظلي يعني قلت بيعرفوا أنه أنا اللي بعتها مشان يطلعوا شي مشوار منيح منيح عندي ابن ذكي عجبتك الضيعة؟ خدني مشوار لشوف
يلا صار الظهر، يلا نمشي، يلا. ماشي، يلا نروح. شايفة؟ عن جد حسن عم يفكر فيكي، شوفي قديش هو مهتم. ايه مبين لك. نازلي تحكي لك شوي بس مشاني. خلصنا ريمان، عن جد مو جاي عبالي ابدا اضحك. طيب بلكي هي عائشة ما بتعني له شي للدكتور؟ ايه صح، الدكتور زياد ما عم يهتم فيه ابدا وعم يتعامل معه ببرود. خلص فيقي يا بنت، انا برأيي اعطيه فرصة وتأكدي قبل ما تحكمي. ايه معك حق. ما تشغلوا بالكم فيه. الله ينتقم من هالرجال أحسن شي. بيتسلوا بالبنت وما بيهمون شو بصير، ما بيقدروا يعدوا بلا تسلاي أبدا. لك شو ذنب الدكتور يا بنات؟ على أساس وعدني وخلف بشي؟ نحنا ما حكينا أنا وياه غير نص كلمة، بشو عم تتهموه هلأ؟ خلص سكروا على الموضوع وما عاد تفتحوه بالمرة، لأنه كل شي عم نحكي فيه على الفاضي. لا غلطانة، لأنه مو كل شي بيصير بالحكي. كلنا شفنا كيف كان الدكتور عم يتطلع فيكي، مو هيك ناريمان؟ ايه شفنا بعيوننا. سكروا على الموضوع، مشي الحال. ايه بس خلص الموضوع تسكر، ما عاد بدي احكي فيه بالمرة. إذا عن جد بتحبوني وما بدكن تزعلوني ما عاد تفتحوا هذا الموضوع. يا ربي شو هالحظ يلي إلي؟ أنا من وين طلع لي هذا الرجال؟ ليش هيك؟ ليش هيك عم بصير؟ خلص طولي بالك نزلي. نزلي كرمالي. ليلي شو رأيك؟ هلأ ما عاد حدا استخدم هالأبواب، حلو كتير مو هيك؟ ايه كتير حلو. تعرفي انه لساتك بنت صغيرة؟ خلص بقى خلص بقى خلص خلص. لا قلتلك خلص. قلتلك لساتك صغيرة. نازلي نازلي. مين نازلي؟ تعي. نازلي نازلي استني. نازلي خلينا نتركها تضل لحالها شوي. نازلي يا ربي يا الله طلع من قلبي، خليني انسى وارتاح يا رب، ريحني منه يا ربي. شو رايح دكتور؟ ايه بدي روح رح تعتم. ايه معك حق، الله معك دكتور. بخاطرك. صحيح اجت نازلي لما ما كنت هون؟ كان عندها مراجعة، بركي اجت على المستوصف لما كنت برا. لا ما اجت، لو اجت كنت شفتها. ها
قصدك نظلي بنت أخوه للسيد إسماعيل ما؟ إيه هي. ماشي شكرا. عفوا. علي. إيه؟ تعرف وين أهلها لنظلي؟ هي زايرة ببيت السيد إسماعيل. لا يا دكتور لا، للأسف نظلي ما عندها لا أب ولا أم. أهلها ماتوا وهي صغيرة، نظلي رباها عمها سيد إسماعيل. هي كمان مثلنا يعني. نظلي يتيمة وما عندها أخوات. هالبنت حلوة كتير مو هيك يا دكتور؟ حلوة كتير كتير. ماشي أنا رح مر لعندهم قبل ما أروح البيت. مر لعندهم وشوفها لكان. ماشي بعرف هلأ بتقول إلا أنها مريضة رح مر لعندها. خاطرك يا علي. يلا روح والقلب داعي لك. منك يا دكتور. قال يعني مو مبين. مارق على رأسي كتير أنا يا دكتور. أوف. أوف. لا تتأفأف. أنت لا عاد تتأفأف. إمتى رايح عند السيد إسماعيل؟ ها؟ ليش ما رحت مع ما أفهم؟ ليش لساتك هون؟ لا تكبر العالم. ها؟ وإلا بشوفوا حالهم علينا. كتير دالق حالك عليهم. يا بابا ما عم تفهم علي. أنت ما عم تفهم علي يا غبي. شغلتك مع نظلي ما بتصير بهيك طريقة. فكر منيح ما تستعجل، لأنه إذا بيعرف السيد إسماعيل إنه بدنا نظلي مشان الورثة وقتها ما رح يسمح لك تقرب على بنته يا غبي. نطلب البنت بدون ما يحسوا بشي. بابا أنا بدي نظلي وبس، عم تفهمني؟ وأنا ما بدي غير ثروة أبوها لنظلي وبس، عم تفهم علي؟ فوف فوف أوف. جيت. مساء الخير. نعم. مين ناريمان؟ هذا الدكتور زياد. أنا انشغل بالي لأنه نظلي ما أجت على المراجعة، كان لازم تجي. ممكن بس شوفها لأطمن كيف صارت رجلها؟ نظلي منيحة، وإذا ما بتشوفك بتصير أحسن وأحسن كمان. طيب مو مشكلة، كأني ضايقتها. تصبحوا على خير. سلمولي كتير على نظلي. بنتي مين هذا الواقف على الباب؟ مين؟ هاد ما حدا مهم بابا. مين؟ أهلا وسهلا دكتور. أهلين فيك. ليش واقف على الباب؟ تفضل فوت. تفضل تفضل. أهلا وسهلا، نورتنا دكتور، فوت. نكون. تفضل ابني تفضل عود. نازلي. أوي. والله ما كان قصدي، عن جد آسفة. عم امزح معك ما وجعتني. شو رأيك امزح معك مرة تانية لكن خلاص مو وقت المزح انت وياها. حذري مين في تحت يا نازلي. مين؟ يعني اجا؟ قولوا. معقول اجا بهي السرعة؟ لحاله ولا مع ابو؟ مين؟ شو بكن اللي عم تحكوا عليه؟ حسن طبعا. مو حسن اللي اجا؟ لا الدكتور زياد. شو؟ نظلي بنتي اليوم مراجعتك، ليش ما رحتي؟ ليك الدكتور عزب حاله واجا لعندك. ليش عزب حاله؟ ما كان في داعي، انا كتير منيحة. لا لا خلي الدكتور يشوفك لنطمن اكتر. انا نازل لتحت. عمي انا ماني بحاجة لمعاينة، صرت منيحة، صار فيني اركض ونط، اذا بدك فيني ورجيك. نظلي لا تناقشيني بنتي، بكفي. اذا ما رح تسمع الكلمة رح زوجك فورا. شايفك عم تهزي براسك. استغفر الله. كيفك؟ صرتي احسن؟ طمنيني.
بفهم إنه ما عاد عم يوجعك شي؟ لا شكرا كتير. اليوم لما كنتوا بالسيارة، لو سمحت ما تحكي بالموضوع. لا بس بدي أسألك سؤال. تفضل. شو عملت لك؟ ليش عم تعامليني كأني عدوك؟ معك حق، روح أحسن. بس أنا عم أجي لهون مشانك أنت، ليش هيك عم تعملي؟ طلع الحق علي أنا؟ شو ما حكيت معي أنت معك حق. بس اليوم بالسيارة. خلص طلع لبرا، طلع، قلت طلع لبرا. شو حضرتك لساتك واقف؟ أنا عم قلك طلع لبرا، طلع. نازلي ولا كلمة، يلا طلع، روح يلا. مين حضرتك؟ ما فيك تقلي طلع لبرا، فهمت؟ لا في، لأنه حسن بيكون خطيبي. هيك لكن بتمنى لكم السعادة مع بعض. موفقين انتو كمان. حبيبتي رح أعيشك أحلى أيامك، بتشوفي بحبك. ضميني ما تخجلي، ضميني. حابة ضل حالي شوي. من عيوني، من عيوني أكيد. لبرا تركوها لحالة، يلا بدها تضل لحالة، لازم ترتاح، يلا لبرا. ارتاحي ارتاحي يا نور عيوني. ليش؟ أنا أول مرة بحب، هي أول مرة قلبي بدق لحدا، وهالحدا عم يروح من إيدي بكل بساطة. أمان يا دكتور، يا روحي يا دكتور، بدي حل لوجعي، وجعي ما له دواء. دكتور أعطيني دواء. أمان يا دكتور، يا روحي يا دكتور. هاي الأوراق كلها أستاذ. عم تشوف منيح أنت؟ هاي الأراضي كلها كانت باسمي. لا غلطان. تفضل أستاذ. مسجلة باسم نظلي بنت رضا. مكتوب نظلي. تفضل أستاذ. شو بدك؟ تفضل. بكل السجلات يعني. يا أستاذ أنتوا جايين تشوفوا سجلاتكم ولا سجلات غيركم؟ ما عم بفهم. يعني نحن قلنا علاقة بسجلات غيرنا مثلا؟ نحن أجينا بس لنشوف شو وضع الأراضي اللي ترك لنا إياها المرحوم. ما عم لاقي عندي. كلهم لشخص واحد باسم نظلي بنت رضا. هاي الأراضي ما لقلكن أستاذ. طيب دورت ما عم لاقي. ايه خلص تمام. عالم فاضي ما عنده شي. شفت لي الملف يلي سألتك عنه؟ هلأ صرنا نعرف كل شي. هاي نظلي مو مخلية شي لحدا بنوب، بس نحنا رح ناخد كل شي، كل شي. تفضل يا سيد. اها شكرا. العفو. طالع وراء. اهلا وسهلا. اذا ممكن تساعدني. يلا هلا بشوف لك اياها.
عن جد بدك تتزوجي حسن يا نازلي؟ هالشاب كله على بعضه معنه ظابط ومانه حلو أبداً. كمان شفنا الحلو شو طلع منه. عن جد إنه بلا حياة. قال ليش عم تطلعي كأني عدوك؟ أنا شو عملت لك؟ مو معقول، مو معقول أبداً. ليش ما حكيتي كل شي بقلبك نازلي؟ كيف قدرتي تضلي ساكتة؟ ما فهمت شو بدك يعني إلو ناريمان؟ لما كنت تطلع فيني حسيتك بتحبني وهلأ ضحكت علي؟ معك حق، هاي المشكلة. ما فيكي تبني علاقة من ورا نظرات حلوة. لا فيكي تبنيها، بس المشكلة هي بالشخص اللي عم تبنيها معه. عدو عدو، جاي أسألك سؤال وروح. ايه تفضل عمي. شو قلتي مشان حسن؟ لازم نرد لهم خبر يا بنتي. فكرتي منيح؟ ايه فكرت عمي. ايه وافقت، بدي اتزوج حسن. ما بصير. قصدي ما بصير تعملي هيك قبل ما ترجع ماما من اسطنبول. والله معك حق يا بنتي، معك حق. ما رح غير رأيي حتى بس تجي مرت عمي. اجيت يا علي؟ خلصت شغلك بسرعة؟ ما كان في كتير زحمة يا دكتور. شو صاير؟ ما مشيت أمورك مثل ما بدك؟ وصلنا لآخر زمن والله. بهذا الزمن ما عاد حدا بيقدر يوثق بحدا دكتور. شفت هنيك محمود وحسن ما غيرهم. هالمرة عم يلعبوا لعبة كبيرة ووسخة كتير، حاطين عينهم على مال اليتيمة القليلين الشرف. لك هذا حق يتيمة؟ حق يتيمة؟ ماشي، أنا رح روح شوف شو في عندي شغل. نظلي يتيمة وما عندها أخوات. شفت هنيك محمود وحسن ما غيرهم. هالمرة عم يلعبوا لعبة كبيرة ووسخة كتير، حاطين عينهم على مال اليتيمة القليلين الشرف. لك هذا حق يتيمة؟ حق يتيمة؟ علي، شو شايفتك مستعجلة تبلشي بالتحضيرات؟ خلونا نترك الأغراض عند الخياط ونروح نتسلى شوي. ايه ماشي ماشي نازلي. دخيلك يا دكتور، الله يوفقك. وين رايح بلا ما تشوف الولد؟ تفضلي. ايه لك شو صار له؟ استنوا. دخيلك يا الله. يا الله دخيل. يا الله شو صار معه؟ يا ربي دخيلك. طمن عليها السيارة. شو صار له؟ ما عرفت شو اعمل. انت منيحة؟ والله ما عرفت شو اعمل. يلا بخذها بسرعة على المستوصف، احمله منيح. يلا بسرعة استعجلوا. يلا على مهلك. يلا بسرعة. بس افتحي لي الباب. يلا بسرعة خدوه على المستوصف. يلا يلا روح بسرعة. استعجل. يلا بسرعة. حاضر حاضر استعجل. الله يخليك. بسرعة. يلا يلا بسرعة ما تتأخر وحرام البنت.
شو عامل له إذا ارتفعت الحرارة؟ أعطيه خافض حرارة. الحمد لله ما في شيء. الله يوفقك دكتور. يلا بسرعة، يلا على مهلك عليها، انتبه على مهلك. عائشة قول شو صار معه؟ والله بدون قصد فجأة طلعت قدامي، ما كان عقلي معي والله، صدقني أنا ما غلطت بشي. لك شو صار؟ عائشة إن شاء الله ما في شي. عائشة قول شو؟ في شي؟ ضربتها سيارة. شو؟ ضربتها سيارة؟ شو صار له؟ عائشة يا الله فتحي عيونك. شو دكتور؟ شو؟ ما في شي مو؟ ما في شي ما هيك؟ احكي لك كلمة دكتور. إن شاء الله ما في شي، بس غابت عن الوعي. دكتور على مهلك، انتبه أخي. عائشة شوي شوي أخي. الحمد لله على سلامتك. شكرا يا أخي. أختي حبيبتي. شو صار لي أخي؟ أخي؟ إيه قلتي أخي؟ إيه ليش تفاجأتوا؟ زياد أخي. انتبه عليها. أكيد. تعي نظلي، في شي كتير مهم بدي أقلك إياه. وأنا كمان. بدك تصدقيني، حسن بده أراضيكي اللي طلعت من أبوكي. يا الله دخيلك. أوعك تتزوجي حسن يا نظلي. إيه 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 اسمعي، أوعك تتزوجي حسن يا نظلي، أوعك تتزوجي، هاد واحد كذاب ما بيحبك نظلي. شيلك هلأ من حسن من الأراضي. هلأ احكي، بترجاك احكي. شو؟ احكي يلي بقلبك، احكي لي، ما عاد اتحمل أكتر من هيك. يلا احكي. ايه يلا نظلي. نعم نظلي احكي بقى. ايه أنا احكي دكتور، احكي احكي يلا يلا احكي. طيب أنا إيه؟ أنا بصراحة أنا نظلي أنا يعني إيه إيه أنا إيه إيه؟ أنا بحبك كتير. وأنا كمان. بحبك. Thank you.
نرمين بسرعة، هلأ حدا بيشوفني. مين رح يشوفك بهالجبال؟ خلص ما عاد بدي، رح أمشي. ما عم بفهم شو صار لك فجأة؟ ما خليتينا نرتاح أبدا. إيه بلا، ليكي كيف وراق الشجر بتضل تتحرك. إيه شو المشكلة؟ وإذا يعني تحركت شي طبيعي. عم خاف لما أسمع صوتهم، كمان عم حس في حدا عم يراقبني. بتكوني عم تتوهمي بأبوكي لهيك خايفة. هي عيون أبوكي عم تراقبك. ما أغلظك. اعترفي بتخافي من أبوكي. ما بخاف. بين إنك بتخافي. عم قلك ما بخاف. عم تكذبي بتخافي. لا تعصبيني. ها بتخافي وليش لخاف؟ كذابة. خلاص. عم تكذبي. ما أغلظك. خويفة. خلص بقى خويفة. عم قلك ما بخاف. بلا بلا بتخافي. عم قلك ما بخاف. تأخرنا، يلا بسرعة. وبتقولي ما بتخافي. خلينا نأسرع هلأ. أمي. وين كنتوا لهلأ؟ أه؟ لسه ما متنا لكنا واقفين قدامك. بما أنه لسانكم شغال يعني لسه عايشين. كمان عم تضحكوا؟ لا تنبسطي كتير، أبوك عم بيستنى بالحديقة. شو رح تقلي له؟ بالأول شوفوه وبعدها منشوف إذا أنتوا رح تضلوا عايشين أو رح تموتوا. خالي خديجة بترجاك خليكي معنا. أنا ما دخلني. أمي أماني. خلاص اسكتي، أما أنتي فحسابك بعدين. خالي خديجة أمانة، إذا بتحبيني خليكي. بحبك أكيد بحبك، بس كمان ما تدخليني بالقصة، استغفر الله. وين كنت لهلا؟ فوت، شو منتظر؟ يلا يلا خلينا نفوت. وين كنتي من الصباح؟ أنا بابا، أنا كنت بصراحة لما سألتني الصبح أنا ما كان عقلي معي يا بك. أنا بعتت نيرمين وأمل عند الخياطة ليقيسوا التياب. رحنا لعند الخياطة. شكراً لحتى نقيس. تقيسي؟ رحت لعند الخياطة لتفصل فستان جديد، سمعنا أنه إجا قماش حرير جديد، وقلت أنه البنت لازم تلبس فستان جديد. إيه حبيته، أعجبني. أيوة. علي علي شو صاير؟ ولا شيء. ما بقى تلموها مرة تانية. علي الله يخلينا ياك يا خالي خديجة، كان رح يكشفنا. تتعودوا على هالشغلة دايما. لا بقى تحبيني يا خالي. يلا بسرعة. شكرا كتير خالي خديجة. يلا شو بقى قدامي. علي قلي شو صاير معك؟ ها بشو شارد؟ إذا عرف أبوه ما بيخليك عايش ولا لحظة. يلا أمشي. يلا يلا هلأ كفي شغلك. تفضل يا بيك. خديجة. نعم يا بيك. أمل ما بدي إياها تطلع لحالة، صارت صبية وإذا صار شي بتخبريني. كانت مع نيرمين، معقول ابعتها لحالها؟ عن جد؟ حلو تبعتيهم لحالهم؟ أساساً هيك أحسن، بلكي حدا اعترض طريقهم، شو بنعمل وقتها؟ لازم نلاقي حل، بدنا حارس إلهم يضل معهم مثل ظلهم وما يفارقهم. شخص يكون ثقة وأخلاقه كتير عالية، مين يا ترى؟
علي! مرقت على خير. قلتي ما بتخافي من أبوكي؟ نرمي، بتعرفي شو بصير إذا البنت ما بتخاف من أبوها؟ شو بصير؟ تتحول لقردة. شوفي هاد الشاب شو اسمه؟ علي. هالشاب حلو شخصية، طويل ووشه بجنن. طلعي، ما شفتي قديش حلوة ضحكته؟ وشو بيفرق إذا كان حلو ولا بشع، طويل ولا قصير؟ بضل ناطور وبيشتغل عنا. معك حق، الناس مقامات وكل واحد بيعرف مكانه. رايحة، إذا بدك أي شي ناديلي. نرمين، شو صار لك؟ انت رفيقة عمري وكبرنا سوا، امك امي وانت مثل اختي، ليش بدك يعنى نتزعل؟ امل، ابوكي بده ياكي. يلا بنتي. بده يعني؟ ايه بده ياكي. يلا. كلامي واضح؟ واضح يا بيك. تعالي. انتي بتعرفي لعلي؟ انا شفته هون، بعرفه. مو هو شغيل من الشغيلة؟ علي شاب شهم وقبضاي وانا بوثق فيه. ايه؟ صرتي صبية، ما بقى فيكي تطلعي لحالك، خاف عليكي. من هاللحظة انتي وين ما رحتي علي برافقك. مستحيل، أنا ما بحب أمشي مع رجال، وخاصة مع ناطور بيشتغل عنا. خليني كفي. قلت لما تطلعي، يعني مو كل الوقت. إذا بدك شي فيك تناديله، بلكي صار معك شي، هو إذا احتجتي شي بيساعدك. ما بدي مساعدته. ما بدي اعتراض بنوب. علي رح يرافقك وإلا بكسر رجلك إذا بتطلعي لبرا. بس يا بابا. نحن خلصنا يا بيك، إذا بتحب تشوف رح يجي. علي، إذا خلصت من حصاد القمح خد حدا معك ورجع التركتور. بأمرك يا بيك. يلا. انت مجنون شي؟ ليك بعد من هون. يلا. شو ما عم تسمعني؟ هاد مبين عليه مجنون. ناس آخر زمن، استغفر الله. سمعتي شو صار؟ ايه طبعا، امي خبرتني وكانت مبسوطة لانه ابوكي قرر انه علي يرافقنا، وقالت لي هيك منعرف وين بتروحوا. كتير عجبت الفكرة. اني يالنا، اصلا انت حبيبتي، مبروك. هيك رح يضل معنا. أمل، شو بدنا نعمل؟
رح خليه يندم لأنه رح يرافقنا، وأنا في براسي خطة رح خلي الندم يأكله أكل. أنا بفرجي كان ناقص. علي ما بدك تقلي شباك؟ ها؟ حطوني مرافق. وليش معصي؟ تعرف شو يعني؟ هيك أمر قال لي وين ما بتروح بتضلك وراها. لو قلت له إنك عم تراقبها. شو بدك أكتر من هيك يعني؟ بالأساس أنت بتحب تضل تراقبها، من هلأ رح تضلك معها؟ لا، أنا كان بدي أكون حبيبة مو حارسة، عم تفهم؟ حبيبتي يا وش القمر، رغم أني بعيد عنك لكن قلبي معك. اغفري يأسي وبعدي عن عيونك الحلوة. قمري وزهرة حبي، أنا بحبك. أوف. شبك؟ ليش هيك شكلك؟ لأنه مستغربة فيكي. وليش مستغربة؟ ليش مستغربة؟ لو في حدا حاببني كنت رح طيري من الفرحة. ما بتعرفي شو بدك؟ شوفي كيف حالتك؟ هذا البعد يلي بيناتنا مو شغل يومين. مفكرة سهلة استنى ليخلص عسكرية؟ بعرف إنه الموضوع مو سهل أبداً، بس مو طالع بإيدك تعملي شي، بدك تطولي بالك. يا ريت شي حدا يحبني هيك، حتى لو بعيد بعد القمر. مو مهم المسافات، بتمنى لو بحياتي شخص يحبني ويفكر فيني هيك. خد البسها بتدفيك. انت مو بردان؟ مو حاسس اذا بردان او تعبان. كل يلي عم فكر فيه امل وحبه وقلبه. وين الدخان تبعك؟ مبين وضعك صعب. بجيبت الجاكيت. في الليل في أحلامك أرافقك كظلك، ابقي معي ورافقيني كما الروح عمرا. أزرف دموع الحزن من أجل لقياك، كم أتمنى مشاركتك في جميع اللحظات. عاصم أنت شو عم تعمل؟ لك الله يلعنك، هات من ايدك لعمة. وعد علي. لك علي. كان عنا طاحون عنب المي، قدام ساحات مزروعة في، وجدي كان يطحن بالحي أمحو سهريات، ويبقوا الناس بهالساحات. ست خديجة؟ تفضل يا بيك. رضا بيك بده ياني زوج ابنه
لبنتي أمل. حبيت خبرك. بكرة الصبح خبري أمل بطريقتك. إيه تكرم يا بيك. آه. ما بدي إياها تعترض بنوب. إذا قالت ما بدي رح حاسبك أنت وياها، ديري بالك. ها احكي عنه كل خير قدامها. إيه؟ ما بعرف يا بيك شو بدي أقول. قولي عنه غني وعنده شخصية، ولما شافك حبك وقتها ويجا سأل عنك. يعني قولي هيك شي. شو بدي علمك؟ استغفر الله، ما عندك بنت؟ أكيد بتعرفي شو تحكي. حاضر يا بيك. أنا ما عم صدق إنك حرقت الرسالة. والله ما بعرف شو بدي أقول لك. بتمنى حبي ينحرق ويتحول لرماد. ما حبيت إلا بنت البيك اللي عم اشتغل عندن. يا رب تخلصني من هالحب كله. شو الحل؟ قلي شو رأيك أنت؟ والله بدك تتحمل. شوف احترقت الرسالة وصارت رماد، كل شي بيخلص. تنسى، لا بقى تفكر فيها. صدقني ما في حزن بدون بهالحياة. في الليل في أحلامك أرافقك كظلك، ابقي معي ورافقيني كما الروح عمرا. أذرف دموع الحزن من أجل لقياك، كم أتمنى مشاركتك في جميع اللحظات. شايفك حافظه منيح. مفكرني بس كاتبه هالكلمات محفورة بقلبي. يا الله ما في غيرك يساعدني. لقيته. لك لقيت لك يا للحل. رح أقول لك كيف رح تخلي أمل تحس. كيف؟ قوم امشي. يلا 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 قوم. تعرفي شو بدي؟ كل شي مستحيل بدك يا حابة عيش قصة حب، ومو حب عادي كتير قوي مثل قيس وليلى. لا لا بدي أكبر من هيك، بدي حب يخليني طير من الفرح. مثل ما قلت لك كل شي مستحيل تحلمي فيه. يلا بلش. بشو؟ شو معقول ما فهمت؟ بدك تكتب رسالة جديدة بتعبر عن مشاعرك وحبك لأمل. يلا اكتب، ما في غير هالحل. وليش لا؟ شو ناقصني لحتى ما انحب؟ مو ناقصك شي، بالعكس تماما، هذا اللي بقصده. لازم تنسي. اوف، بما انه ابوكي هو سليمان بيك ما راح تعيشي هالحب ومستحيل. وليش بقى؟ ايه شو ليش؟ بتعرفي شو بيعمل ابوكي اذا عرف انه في زلمه بحبك؟ بيقتله بموته. بيقتله؟ بابا 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 فتح عيونك.
يا ربي ساعدني يا ربي، يا الله ريح لي قلبي، ما عاد فيني اتحمل. لك اتركني فلت ايدي. خليني احكي داود. اخي صدقني والله ما دخلني انا. بابا شو بك بعد هي عني؟ الله يلعنك. لك ما بتخجل من حالك انت؟ ليش لا اخجل؟ انا رجال وممكن يصير هيك. القصة بتصير مع الرجال وما بيعيبهم شي. ومين اللي قالك انه هيك بتكون الرجولة؟ موضوع الرجولة ما بيخصك ابدا، بعيد عنك. صعب علي عاملك كرجال وروح لأطلب لك بنت البيك. هي مو بنت اي حدا، هي بنت سليمان بيك. الله يعين البنت اللي بدها تاخدك. بلكي اذا تزوجت بتغير، يمكن. يلا حضر حالك بدنا نروح. حلوة بنت البيك. ولك حتى إذا بزوجك أحلى بنات العالم رح تضل ناقص وما تتغير. ما سألته. إيه شو اسمه؟ أمل. أمل هيك لكان. أمل 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 يلا قومي بقى. شوفي قومي بنتي عنا شغل. شو ما بدك تجهزي حالك؟ شوفي ليش بدي جهز حالي؟ أمي جايين ضيوف لحتى يشوفوكي. خطابين؟ مين هنن؟ يلا قليلي. واحد من أغنياء الضيعة. ايه مين هو؟ شايفني من قبل؟ ليكون أبوه هو اللي جابره. يعني أكيد يا روحي شايفك من قبل، انعجب فيكي وضلحقي كل الطريق، بس أنتي ما حسيتي. من أسبوع وهو عم بيلحقك ويراقبك. عن جد؟ يعني لما شافني انعجب فيني؟ ايه بنتي كتير حبك. هاد الشاب غني؟ ما قالك بابا شو اسمه الشاب؟ داود. داود؟ داود اللي كتبتها للرسالة؟ جاهزة. ممتاز. كتبت شعر؟ كتبت بآخر الرسالة. إن شاء الله هالمرة بصير خير، أنا هيك حاسس. كيف رح وديها؟ هي عندك، أعطيها إياها بإيدك. شو أنت مجنون؟ هاي شو هالمكان للتسلاية؟ روح على شغلكم. الله يصبرني يا رب. بسم الله. إن شاء الله ما يسود لي وشي. إذا مو حلوة رح أرجع. إيه؟ خراس وأمشي. مو هاد. وهاد مو عاجبني. هذا حلو، ليش ما عجبك؟ أي واحد؟ هاد؟ لا ما حبيته، هاللون أصلاً ما بيلبق لي، ما بحبه، ما بيعجبني أبدا. أمل جنيتي؟ لا ما جنيت. شو رح أعمل إذا ما لقيت؟ شكلي لقيت. لا كأنه كبير. يلا خلينا نروح. لوين؟ عند الخياطة. شكران، مشان نضيق الفستان. خير، لوين رايحة أنت وياها؟ بدنا نضيق الفستان عند الخياطة. ايه روحوا يلا. علي تعال. تفضل.
رايحين على الخياطة، روح وراهن. حاضر يا بيك. قليلي متحمسة؟ يمكن، وكمان عندي فضول. إن شاء الله يكون حلو شخصية. يعني إذا كان حلو رح توافقي؟ جاي عبالي عيش قصة حب، بدي شخص يكون يحبني، وإذا كان حلو بيحبني أحسن. كتير متحمسة، مجنونة. شوفي خير، ليش لحقنا هيك؟ لأنه سليمان بيك قال لي. إذا قال لك سليمان بيك موت بتموت؟ أمل بكفي، شو بيعمل؟ في يعمل مثلاً، بيقدر ما يلحقنا، بس ما بيقدر ما ينفذ أوامر البيك. يلا لحقنا، وخلي بيننا وبينك خطوتين، وإذا لحقنا شي كلب أو ذئب منخليه ياكلك. قسيتي عليه بالحكي؟ استني الخير لقدام، أنا بفرجي إذا ما خليته يندم ما بيكون اسمي أمل. دقتي ملح الطبخة اللي على النار؟ ايه أختي دقتها. طلعي، بدي كل شي يكون جاهز من هون للمساء. ايه لو كانت بنتك عن جد ما كنتي رح تتلبكي هيك. هاي بنت البيك مثل كأنها بنتي وما بتفرق عنا، ما بيصير شي يكون ناقص، لازم نخلص على بكير. يلا أسرعوا، بدنا نشوف مين فيكم طبخه أطيب. مو سهلة تحضري صفرة كاملة ومرتبة للضيوف. ها بيت العم حاج بهذا الشارع، وصلتني أمي لجيب زعتر، خلينا نروح. روحي أنا بستناكي. ماشي، بدي قلك استنيني على الزاوية، بس هي علي معك، أكيد ما حدا رح يزعجك. ما أغلظك، روحي روحي من هون. لو سمحت. تفضل أخي. وين صار بيت سليمان بيك؟ ضل بوشك وبعدين على اليمين، وبعدها كمان بتروح على اليمين. أه. بعدين بتلاقي قصر كبير، هذا بيته. بالأول بروح على اليمين ومرة تانية بروح على اليمين. ايه مرتين، المفرقين على اليمين. ها متأكد يعني؟ طبعا متأكد، بتلاقي بوشك القصر مبين. شكرا لك. العفو، ميسرة طريقك يا بيك. شكرا لك، عزبتك يعطيك يا حلو. الله يعافيك. إن شاء الله ما مخربت، إن شاء الله. لكن ضبوا لا، عيب عليك. إجي تطمنيني، عجبتك الضيعة؟ إيه حلوة، ما حسيت بالوقت، كل شي حلو فيها، الهواء والشمس. قليلي وعلي ما عجبك؟ شو صاير لك؟ شكلي لازم أحسب حساب لكلامي. أهلا وسهلا فيكم، ليكم مين إجا؟ أهلا وسهلا فيكم. مرحبا. مرحبا، شلونك؟ داود، أهلا وسهلا. أهلا فيك يا بيك. تفضلوا، يلا يلا. بابا، وهنا أمل، أكيد ما أجينا كل هالطريق لحتى نشوف هالختيار. خلاص بقى، ليش واقفي؟ يلا يلا جايين، امشي. أمل خانم، أنا أجيت. خالي شكراً، نحن أجينا. أوه. أهلا وسهلا، يلا تفضلوا. يلا تعالوا، قدين بسطت بشوفتكم. يلا أكيد ما رح تفوت معنا،
لنشوف إمتى رح تستسلم. لو تعرفي قديش بحبك، بس شو الحل؟ قولي لي ليش هيك متلبكة يا بنتي؟ هي على طول هيك. خالة شكراً، بيخلص معك بسرعة؟ أكيد تكرمي. يا بنات استنوني بالحديقة بس خلص بقلكم. تمام. تعالي نقعد هون منشان ما نبعد عن عيون الحارس، لأنه إذا ضيعنا رح يروح لعند البيك وهو عم يبكي. صح كلامي؟ يفي مرجوحة، تعني تمرجح. ما بدي، بدي أتسطح وأتأمل السما. يمكن حسين حبيبي عم يتأمل السما. مثل ما بدك. تعال لهون ومرجحني. عم حاكيك ما عم تسمعني؟ بلا سمعت. وشو مستني لكان؟ تفضل. حلو، انا بامن لك يا ابو. لك شو صار بالشاي؟ كل شهر بيعمل فيني نفس القصه. يخرب بيته على العالم. قلت لك كاسه شاي بطلع ثاني اسبوع. يلا شوي. قلت له استنى بسيطه بساطه. شكرا على سلم ايديك. اهلا وسهلا. لا خير بسم الله. خير لطيف. شو صار لك؟ شوفي شو هاد؟ انت منيح؟ شو بها؟ مين هاد؟ والله ما بعرف، صار له يومين عم يتفتل هون، مو شايفه من قبل. شكله غريب. ايه هيك الظاهر. مبسوطة نرمين، شايفتيني؟ شايفتك شايفتك. أوف، ما خليتيني أتأمل. ديري بالك توقعي، عم تتمرجحي بسرعة. انتبهي رح توقعي، المرجوحة كتير صارت قوية. انتبهي يا عم تتمرجح. لك ليش ما بتردي يا أمال؟ أمال. 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 أمل طمنيني فيك شيء؟ بنتي الحمد لله ما تأذيتي، من زمان ما حدا تمرجح فيها. الله حماكي، منيح ما صار لك شيء. شكري ربك، والله هالشبق بضاي. انجرح جبينك وطلع دم؟ عادي مو مشكلة أبدا. شكرا. العفو. معافى. الفستان جاهز. أعطينا يا خالة. تعالي شكرا معي. بدنا نروح قبل ما يتأخر الوقت. يلا يلا. وقف، هاد غلطي. فداكي ولا يهمك. عم يجعك؟ صرت منيح. الله معك. يسلموا ايديك خالة. شكرا عزبناكي.
والفستان جبتيه معك؟ لكن شو هاد اللي ماسكته بإيدي؟ مو طبيعية. يلا تأخرنا لرجعنا. بنات وين مرجوحتك؟ وين كنتوا لهلأ؟ ليش تأخرتوا؟ عم بسألكن جاوبوا. شو صار؟ الضيوف جوا اجوا. يه شو اجوا بكير؟ ايه صح. يلا بسرعة فوتوا لجوا. شو صار؟ عطيت الرسالة؟ لا ما قدرت. شو بوش بينك؟ ولا شي. بالماضي كان قلبي مجروح وعم ينزف وهلأ اجبيني. علي؟ علي؟ نعم خالتي. افتح البايكة جيب السكر لأنه ما ضل عنا بالمطبخ. تكرم عيوني. بسرعة يلا ابني. هي اجت أمل. ليش تأخرتي يا بنتي؟ تفضل. ما شاء الله. صحة وهنا. ما شاء الله. لوين رايحة أنت؟ نيرمين؟ لك هلأ بيشوفوكي. ما حدا بيشوفني، خليني روح. بنتي عيب ما بيصير. إذا ما شفتهم بموت. يلا طمنيني شفتيه؟ شفته. يلا بنتي انزلي بسرعة بسرعة. لازم خبر أمل، بس أنا كيف بدي إلا؟ ساعدني يا الله. نيرمين وينك انتي؟ ليكك هون، كنت عم دور عليكي. شوفي ما في شي. شفتي؟ لمين؟ لك شو لمين؟ للعريس. هذا إليك، عجبك انتي؟ اذا شفتي رح يعجبك، هو مانو سيء. شفته. ايه وكيف لقيتي؟ اعطيني رأيك. حسيت نظراته، قصدي ما في حنية بنظراته. بنظراته؟ مو كان بدك شخص حنون ويحبك؟ ما حسيته بيفهم بالحب ولا عنده مشاعر. أمل حسي فيني، بترجاكي. شو بتفيدك المصاري؟ بالحالتين مو ناقصك. المهم الشخص يكون مريح وبيحبك وكمان لطيف.
حتى إذا كان ابن سلطان أو فلاح، ما بهم، المهم يكون في محبة وتفاهم بيناتكن. صدقيني هذا مو هيك. إيه داود، وهي بالأخير شفت العروس؟ لما شافها مدري شو صار له. ليك كأنه تحمس. عن إذنك أنا قايم، لأنه لازم شوف دولي بالسيارة قبل ما نروح. خير ما بتعمل، سبقني وبالحاك. أي لسه بكير، هلأ اجيتوا؟ إيه، والمهم شفناها للعروس. وهي شفناكم بخير، حاجة صار لازم نروح. إيه. إيه سليمان بيك، نحن بانتظار خبر حلو منك إن شاء الله. أنا كنت رايح بس ضيعت لأنه البيت كبير. من هديك الجهة. شكرا بالإذن. ليكي عيونك أحلى عيون شفتهم بالدنيا. وعيوني ما في أحلى منهم بكل الدنيا. والله يا داود ما أنا قليل. مرحبا يا حلوة، عيونك حلوين. خير. مستنين خبر حلو منكم. إن شاء الله كله خير، وإن شاء الله رح نعمل عرس طبل وزمر ونخلي كل الضيعة تحكي فيه. داود دير بالك على أبوك. بعيوني. إيه بس يصير أي شيء جديد خبرني يا بيك. تكل على الله يا رضا، أكيد رح أرجع أشوفك. ضل بخير إن شاء الله. وإنتو بخير. يلا بشوفك. الله معك. الله معك. عليكم. مع السلامة. أمل في شي مهم لازم قلك يا. وأنا؟ شو هاي؟ داود كتب لي هالرسالة. شوفي هاي أحلى كلمات شفتها بحياتي. معك حق نرمين، طلع أهم شي الحب، ونكون متفاهمين ونعيش مرتاحين مع بعضنا. هلأ لفهمت شو قصدك عن الحب بعد ما قريت الرسالة. عن جد أنا بحاجة هاد الحب. معك حق، كلنا بحاجة الحب لحتى نقدر نعيش. شوفي هاد هو الحب الحقيقي. بعدين حطيت الرسالة تحت مخدتها. ايه تمام، معناها رح يمشي الحال. مين هدول اللي اجوا اليوم؟ بتعرفون شي؟ لا، الكل كان متلبك فيهم، شكلهم بهمول البيك. بعدين الناس ما قامت. شفتوا كيف كان عم يضحك ومبسوط؟ كان عم يغازل نيرمي. شو؟ عديم الشرف، يا ريتك ضربته. عشوي كنت ابتليت فيه لو ما اجى البيك. كل الوقت عم يرحب بأبوه للشاب، ما فهمت شو القصة. هو مبين حدا مهم بس ما بعرف مين بيكون، وهذا الشاب ابن البيك اللي اجى. يا ترى ليش اجوا؟ قلتك بتكون شافتها للرسالة؟
بعد ما قريت هالرسالة حسيت إنه كل شي رح يتغير، ولا شي رح يضل مثل قبل. أمل ليكي وقفي، رح أقرأ لك الرسالة. أمل، أنت أمل عمري، أنت حلم حياتي، كتير بتمنى أتأمل وشك الحلو وعيونك الكبار، يا ريت تعرفي قديش بحبك يا قمري الحلو. أنا بحبك، أنا بحبك. شو الحل؟ أمل صدقيني أنا بحلف لك إني رح ضل حبك كل عمري، سواء حبيتيني ولا لا. وإذا طلبتي مني أتخلى عن هالحب ما رح أقدر، حبك مثل المرض وما إله علاج. يا الله، معقول أنا عم بحلم؟ هذا مثل الحلم، صدقني. معك حق يا علي، يا ترى مبسوط بهالحلم ولا لا؟ قلي لشوف. مبسوط وكتير. يلا خلينا نروح. لوين رايحين من الصبح؟ ما بعرف بس مبسوطة، خلينا نطلع نتمشى أنا وياكي هلا. ايه أوف منك يا أمال، شفتها مبسوطة هيك مبين. برأيي هي قرأت الرسالة، بس مثل ما عم لك، ولا ليش لا تطلع بهالوقت؟ ليش يا ترى؟ مشان تحكي معك، بدك تلحقها ولا لا؟ رح تسألك عن الرسالة. ها أنا؟ أنت شو رح تسألني أنا؟ اسم مين مكتوب على الرسالة؟ عاصم، أنا ما كتبت اسمي على الرسالة. شو؟ يلا أمشي لشوف. الله يصبرني عليك. علي! أنا أجيت لحالي لعندك، خد أوصني، خد هاي المسدس، يلا أوصني، أوصني وريحني، خده من إيدي، خد يلا، قلت لك خد المسدس. روح من هون. جيت لعندك مشان ما تقتلني قدام أمي، أوصني. روح على بيتك. مرقت سنين ما عم يروح المنظر من ذاكرتي لما أبي أوص أبوك وقتها، كل يوم عم بسمع صوت الرصاصة كأنه اليوم، ما عاد فيني اتحمل هالذنب أكتر، عم اتعذب. اقتلني وريحني، ما عاد فيني اتحمل. خود بتارك وريحني، ما عاد فيني اتحمل، ريحني، اقتلني. قوم، انا ما لي عندك شي، القصة صارت بالماضي ونسيتها. يعني ما بدك تاخد بالتار؟ بدنا نبلش بصفحة جديدة. لما دفنت أبي دفنت التار، وانت كمان دفنه، بكفي حاجة دم وتارات. رجال يا ابني، يلا روح على شغلك. يلا
لازم نروح، تأخرنا. عادي، هاي الحارس علي معنا. أمال، شو مشان داوود؟ بدك توافقي إنك تتزوجيه؟ فكرتي منيح؟ فكرت، ما عم بيروح من بالي وشه وكلمات شعره. شوفي شو حلو، كلماته بتجنن كأنه شاعر. اسمعي، في أحلامك في الليل أرافقك كظلك، ابقي معي ورافقيني، كما الروح عمرا. لا، الرسالة وقعت كله منك. شو هالقصة؟ كلها شقفة رسالة. لا، هي الرسالة غالية علي، مو رسالة عادية، رسالة حب، وخسرتها، خسرتها بسببك أنت. الله يلعنك، نزعت لي أحلى لحظة بحياتي، خسرتها بسببك. إذا حب حقيقي ما بتخسري أبدا، الحب بيضل كل العمر. وأنت شو بفهمك بالحب؟ ما بتعرف تكتب كلمة من الكلمات الموجودة فيها. لا تزعل، هي أول مرة بتحب. وأنا كمان. شو رح يصير؟ ما بعرف. البنت حبتك إلك، مو أنا، ابن البيك. اسم العريس داود. مو مهم، اللي أنا بعرفه إنه أمل حبتك لإلك لما قرأت الرسالة. هاي كلماتك يا زلمة. تخيل لو بتعرف إنه اللي كتب هالرسالة بيشتغل عند أبوها، برأيك رح تضلها تحبني؟ عاصم لا تعصبني، لا عاد تحكي. علي، مستحيل، أنا ما بحب أمشي مع رجال، وخاصة مع ناطور بيشتغل عنا. مع ناطور بيشتغل عنا، يلا امشي ورانا، خلي بيننا وبينك خطوتين، وإذا لحقنا شي كلب أو ذئب منخليه ياكلك. وأنت شو بفهمك بالحب؟ ما بتعرف تكتب كلمة من الكلمات الموجودة فيها، خسرتها بسببك أنت. ناطور، حارس، الله يلعنك، كله منك. حارس، وخاصة مع ناطور بيشتغل عنا. يا الله، يا ربي خلصني من هالحب هاد، ساعدني يا الله. لنشوف ايمت رح تستسلم. وخاصة مع ناطور بيشتغل عنا. وخاصة مع ناطور بيشتغل عنا، يلا امشي ورانا، خلي بيننا وبينك خطوتين. وانت شو بفهمك بالحب؟ ما بتعرف تكتب كلمة من الكلمات الموجودة فيها. مستحيل، انا ما بحب امشي مع رجال، وخاصة مع ناطور بيشتغل عنا. عم يجعك؟ ما عم بقدر أبدا. حبيتك كتير يا أمل، يا ترى شو الحل؟
مين في هون؟ شبك وشو دخلك؟ شفت شي حدا هون؟ قصدي بالحديقة، إجا حدا؟ إيه إجا. بسرعة قلي مين؟ أنا. شايفة هاي النجمة؟ وينا؟ هاي شو فيها؟ اللي جنب النجمة الكبيرة هاي؟ ايه بالضبط. ستي كانت تقلي كل نجمة إلى قصة، وقصة هالنجمة أحلى قصة حكت لي إياها. ليش؟ قلي شو قصتها؟ قصة الحب. خديجة، ناديها لأمل، لازم نبعت خبر لرضا بيك. هاي العادات، بدي أعرف إذا بدها تتزوج داود. بس يا بيك، يعني بلكي قالت لا، شو بدك تعمل معها إذا ما وافقت؟ وقتها أنا رح قرر. شو قصة حب هاي النجمة؟ الحب الأعمى أكتر من سواد هالليل. في شاب بحب بنت البيك، بس البنت ما كانت بتعرف إنه بحبها، وهذا الشاب كان دائما بنفس الوقت زعلان كتير ومبسوط كمان. بايخ، ليش لا يزعل؟ معقول يزعل لما يشوف اللي بيحبه؟ زعلان لأنه مستحيل يكونوا لبعضهم، وبحياته ما رح يقدر يلمسها، وفوق هيك كان في حدا تاني. زاد زعله لأنه عرف إنه في حدا غيره بده يتزوجها. كل يوم بيطلب من ربه شغلتين، الأولى يقدر ينسى هالحب ويخلص منه، والتانية الصبر. الصبر وبس. قلت الصبر؟ ليش؟ ليتحمل وجع هالحب لما رح تصير لغيره. الله يصبره ويكون بعونه على ما ابتلاه يا رب. أمال؟ أها، وين راحت هي؟ خير؟ شوفي كل الوقت عم تنادي لأمل. خلاص بكفي، أصلاً اللي فيني مكفيني. وين راحت؟ أبوها بده إياها. أبوها؟ آخ يا الله، شو بدي أقول إذا ما لقيتها؟ أكيد هي ما راحت على السوق بهالوقت. يلا قلي له نايمة، أنا رايحة دور عليها. أوف. كمل. بعدين بيجي هاليوم، وحبيبة هالشاب بتختار الشاب الغني، وحبيبة بينكسر قلبه. هالبنت ضايعة ما عرفت تختار، لأنه كانت تفكر يلي بيملك مصاري بيقدر يملك كل شيء. يلي معه مصاري بيقدر يملك كل شيء، بس مستحيل بالمصاري تقدر تملكي قلب بحبك. أمل، يا أمل جاية. يلا كمل. ما قدر يتخيل إنه ما رح يبقى يشوفها، وما عاد قدر يتحمل بعد ما أخذت قرارها. انقهر،
بعد ما سلمها الشاب قلبه. بنص عتمة الليل لمعت نجمة الحب. لمعت؟ وليش؟ الحب الحقيقي ما بيموت، حتى لو هي أخدت غيره رح يضل يحبها. أمال؟ لازم روح. ستي كانت تقول للنجمة الحب الحقيقي بينور العتمة وما بيطفي أبدا. الإنسان يلي بيمشي بطريق الحب بيعيش، وإذا عاش حياته بلا حب بيموت وبصير العالم بلا معنى. أمل، أبوكي بده إياكي تعالي بسرعة. تأخرتي. بابا أنا كنت قاعدة أنا ونرمين بغرفة الضيوف وإجت الخالة خديجة. ماشي تمام يا بنتي. رضا بيك بدو ياكي لابنه داود. أنا شايفه مناسب. الله يسعدكم. علي إذا حكيتي مع أبوك بيسمعك، حتى لو البيك قاسي ما بيزعلك. قومي احكي معه، أكيد ما رح يزوجك لشخص ما بدك إياه. لا عاد تبكي أمال. وشو بدي أقول له؟ إذا حبيت يكون عرسي على داود بكرة يا ترى بيسمع مني؟ أنتي مو زعلانة؟ نرمين أنتي مجنونة؟ ليش لأزعل؟ شوفي كتب لي هالرسالة، زت داود من الشباك وهرب. داود؟ كيف قدر يدخل لهون؟ بنص الليل؟ أكيد هو ما بيسترجي. بلا، لأنه بيحبني، والإنسان لما يحب من قلبه بيعمل كل شي. شو قال لك علي بالحديقة؟ علي قال لي حكي بلا طعمة، حكى لي قصة بايخة. داود بيك لو سمحت تركني وروح. بترجاك بعد عني تحكي. بترجاك داود بيك لا تعذبيني. هلأ بيشوفونا. خلصنا لو بقى. سمحت تركني. لك يا عيب الشوم عليك، انت رح تعال ها؟ انت بقى زوجني أمل، ووقتها بصير عائل. بدي اتزوجها. طيب جهز حالك لكان عرسك بعد 3 أيام. بدك تضل هيك انت؟ لا، شو رايك قوم ارقصلك شوي؟ شبك؟ ليش انت عنيد هيك؟ ما بدك تروح تحكي مع أمل؟ لازم تحكي مع أمل وتعرفها مين صاحب الرسائل، إلا انك انت قلت كل شي فيني عليه. ايه ما بكفي، أمل لازم تعرف، لا تضل قاعد هيك. روح إلا الحقيقة، روح، هي فرصتك الأخيرة. شو بدي أعمل؟ شو ما عملت هلأ ما بقى في شي بفيد. أمل اختارت داود
مو علي. وشو بدك تعمل؟ أنا رح أدعي وأطلب من ربي يساعدني. كأنك مو مبسوطة بنوب. لا بالعكس، وين رح لاقي حدا مثل داود؟ لو ما كانت هي رسائل، يعني قصدي لو ما شفتيها، كنتي لسه بتقبلي تتزوجي داود؟ ما عم صدق عن جد، بتقبلي تتزوجي حدا ملعب مثله؟ حدا ملعب؟ كيف؟ ما فهمت شو قصدك؟ بصراحة يمكن أنا غلطت وكان لازم خبرك من قبل، بس ما قدرت، ما بعرف ليش، أنا خفت إذا قلت لك تفهميني غلط. احكي نرمين، قولي لي شوفي. داود نظراته إلي كانت وسخة، نيته مو صافية صدقيني، ما أنه مناسب لإلك، فهميني. قلتي لي لكان إنه مو مناسب ونيته مو صافية، غرتي مني؟ بعرف غرتي مني، ولهيك ألفتي هاي الكذبة. وحدة كذابة. لا أمل، معقول ما انتبهتي على نظراته لداود؟ يلي بيكتب هيك رسالة ما بيكون مثل داود، فهمي بقى. داود كذاب وواحد ملعب وعم يضحك عليكي صدقيني. أه؟ الوقت المناسب. ايه معك حق يا المساء. ملك المال هيك اخترت يكون وقت العرس المساء لانه بيناسب الكل، رح يكون العرس حلو ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. سامحيني اختي. لا تخاف، رح احط بنتك بعيوني. اخ اكيد يا رضا بيك، ما بشك بهالشي. يلا بنتي لا تاخريها، هلا بتشوفوا بعد المساء بالعرس. يلا إيه بنتي. مبروك يا بنتي، الله يسعدك. يلا يلا تفضلي طلعي. الله معك يا رضا بيك. يلا هلا بشوفك بالعرس. مع السلامة. السلام عليكم. لا تقلق، كل شيء رح يكون منيح إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا يا بيك، بشوفك المساء. يا ابني يمكن بدنا سيارة تانية. يلا بشوفكم. الله معك. مع يا السلامة. بيك مع السلامة. مع السلامة. الله معكم. يا الله يا رب تصبرني على وجعي، أنا ما إلي غيرك. أنت يلي كنت عم تكتب الرسائل؟
تقلق يا سليمان بيك، بنتك كأنها ببيتها مثل بنتي وأعز. أمل صارت قطعة مني وأكتر. لا تأكل هم بنوب يا بيك. إن شاء الله إن شاء الله. أهلا وسهلا إن شاء الله. حلوة هالحفلة ها؟ داود أنت عن جد شاعر؟ لا أنا داود. بس في أحلامك بالليل أرافقك كظلك. بس شو قلتي؟ عيديلي يلا، ما فهمت عليكي، أكيد عم تمزحي ما؟ الحب الحقيقي بينور العتمة وما بينطفي أبدا. هاد مو أنت يا ربي، أنا شو عملت؟ وين رايحة؟ بابا بابا، شو اللي عم يصير هون؟ ما بعرف والله. أمل ارجعي. الإنسان اللي بيمشي بطريق الحب بيعيش، وإذا عاش حياته بلا حب بيموت، وبيصير العالم بدون أي معنى بالمرة. أنا عم قلك ارجعي. الإنسان اللي بيمشي بطريق الحب بيعيش، وإذا عاش حياته بلا حب بيموت، وبصير العالم بلا أي معنى. حبيته يا بابا لأنه ما بيشبه حدا. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.